والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. ماذا تعني هذه الكلمة؟ تعني أن رحمة الله لم تتوقف، وأن قدرته لم تتحدد، وأن يده لم تغل، وأن إرادته لا تزال حرة، وأن الذين قالوا بأن يد الله مغلولة إنما غلت أيديهم وقتلوا وحجبوا من رحمة الله الواسعة، وإنهم خسروا أكبر خسارة لأن خسروا ربهم. فإذن أنت أيها الإنسان، أين أنت من هذه الرحمة؟ تصيبك الكوارث وتتوالى عليك المآسي وتعيش الأزمات، ولك رب رحمن رحيم أمرك بأن تدعوه فلا تدعوه. دعاك إلى نفسه ليعطيك لتربح عليه ثم لا تفعل، ما أبخلك أيها الإنسان. القرآن يقول لك المجتمع العراقي إذا تريد توصل إلى مستوى من التحرك الإيجابي توجه إلى الله، توجه إلى كلمات الله، ومن كلمات الله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. لا يكون قلبك ملوث بالتوجه إلى هذا وذاك، الروح عند الله طاهرة نقية بعيدا عن الشرك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعائه الذي قرأه في نصف شعبان يقول: اللهم إني أسألك قلبا نقيا، قلبا تقيا، ومن الشرك نقيا، لا كافرا ولا شقيا. وإذا إخواننا مجموع هنا مجموع هناك، الفلاح في أرضه، والحرفي في معمله، والطبيب في مطبه، والمهندس في مركز عمله، والإداري الكل، وحتى الجندي والشرطي وسائر الأجهزة الأمنية وغيرها، كل سهر وكل عمل بشكل جدي، الوضع يتبدل. أنا أريد الشعب العراقي بنفس النهضة الحسينية اللي يجوا 10 ملايين إنسان إلى كربلاء وهم ينادون يا حسين، بنفس النهضة الحسينية يبنون هذا البلد، يستصلحون الأرض، يعمرون، يبنون المصانع بروح إيمانية. ترى إذا كان هكذا الله هم يساعد، يخلي إيده وياكم في سبيل الله. يعني ما أقول لك في سبيل الله أنت المهندس لتأخذ فلوس، وأنت الموظف لتأخذ فلوس، وأنت الفلاح لتفكر في بيع الثمار، لا، اعملوا بنفس الأعمال اللي تقومون بها، لكن بانطلاقة إيمانية. بس العمل الصالح أيضا استصلاح الأرض، العمل الصالح أيضا بناء الوطن، العمل الصالح أيضا أنت ماخذ فلوس من أجل أن توقف على رأس هذا الشارع وتحرس الناس كموظف أو كمسؤول أمني، هذا عمل صالح. فيما إذا كان عملك لله: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، يعني كل حياتك تتوجه إلى الله، ما دمت تفكر في الخير فعملك صالح.